تبتدي خطواتنا الأولى من هنا ترتقي درجاتنا أعلى نكتب التاريخ في ورقات ننشر الإحسان والخيرات نبتغي سبل النجاة نمشي على نهج الهدى فديننا دين الحياة وحياتنا حياتنا ورقاء. تربينا أن صغيرنا يوقر كبيرنا وأنه لا يزال الناس بخير ما دام هذا الأمر فيهم، ولكن هذا الصغير يحتاج من يحتويه، من ينظر إليه بعين اعتبار فيسمع له إذا تحدث ويحترم رأيه إذا تكلم. ولنا في رسولنا أسوة حسنة إذ استأذن منه ليشرب غيره، وكذلك الفاروق عمر، فكان ابن عباس على صغر سنه إلا أنه كان مقربا من مجلسه يعطيه حقه ويحترم رأيه ويسمع منه. إذا سمعنا الاحترام نظن أن الاحترام فقط أن الصغير يحترم الكبير، لا، في احترام بين الأخوين، في احترام للجار، في احترام حتى للخادم، في احترام للصغير، احترام للطفل، احترام لليمين، احترام للفقير، احترام للقرسون، احترام للخادم، لأي إنسان، مو على بو أنك أنت بتدفع له أنك ما تحترمه له. احنا دائما نسمع دائما احترام الكبير احترام الكبير، طيب الصغير ما حد يحترمه ليش؟ ما نحشمه. الصغير هذا مصيره سيكبر ويصير كبير سن، لكن يتعلم من أخلاق نحن الكبار. الكبير بأخلاقه، الكبير بأدبه مع الناس. ما نبي تكون أخلاقنا تجارية وأخلاقنا فقط لأعمار معينة أو على حسب مركب سيارتك، على حسب يعني مكانتك الاجتماعية، لا. لذلك احنا ساعات احنا نحترم واحد كبير السن، وهذا أمر مطلوب من الدين طبعا، لكن لا نجعله مختصر على فقط كبار السن. احترام صغير، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر على صبية سلم عليهم احترام، الخادم يحترمه ويكرمه. يقول أنس: والله خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين ما قهرني ولا نهارني وما قال لماذا لما تفعل هذا، يعني ليش ما سويته أو ليش ما فعلت كذا. فالواحد يكون عنده شيء من الاحترام وليس مقيد بعمر معين، إنما احترام مع الكل لأنك أنت إنسان محترم. حياتنا حياتنا ورقاً. الاحترام عادة احنا اذا سمعنا لغة الاحترام تكون احترام الواحد الصغير يحترم الكبير، انا احترم من هو اكبر مني سن، احترم اللي هو اعلى مني بالدرجة بالوظيفة وغيرها، هذا اللي احنا فاهمينه كلنا بالاحترام، هذا من الاحترام، من الاحترام، من تبعيضية. لكن في احترام كبير الصغير، لازم تحترم الصغير، تحترم الخادم، تحترم الانسان اللي مو متعلم، ما تسفه وتراه انه كأنه اقل منك، تحترم الفقير، تحترم الموظف، تحترم حتى القرصون، وله عيب الإنسان يعمل بذلك. وللأسف أن بعض الناس سلط الضوء على لغة الاحترام فقط أني أنا أحترم من هو أكبر سني، هذا لا شك أنه من إجلال الله. شوف الحديث العظيم، قال عليه الصلاة والسلام، صلى على رسول الله، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. لما احترم كبير السن، صاحب البيت، صاحب المقام، أبوك، أبوي، لما تحترمه أنت الآن، هذا من إجلال الله. وقد جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور وضياء يوم القيامة. لما الإنسان يشيب على طاعة الله تعالى، هذا إحنا نعرفه وتعلمناه أن الاحترام فقط للكبير، هذا من الاحترام العظيم. لكن من الاحترام الذي غاب عن بعض الناس أن يحترم صغير السن. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل من كبيرنا ويرحم صغيرنا. هذا من الاحترام، أنك ترحم الصغير. احنا دائما نقول اصغر القوم خادمهم، وما حطينا محط المسكين، وروح جيب وحط وسو وكذا، طيب يعني مهما كان لازم نرحمه، لازم طبعا نعلمه، ما في مشكله، كان باب التعليم. لكن اتمنى ان نفهم ان حتى عيالنا لهم اراء، تاخذ راي بنتك، تاخذ راي ولدك، له راي، لا تحاول انك تسكته وتفرض عليه من الاراء. احنا في زمن يخوف شوي،
ما ودنا أن العيال للأسف إحنا شفنا لغة العقوق قد بانت وطغت عند بعض الناس، حتى بعضهم للأسف قد خرج، يمكن ما أقول من ملة ديننا، خرج من البلد كله وهاجر، لأن أبوه هم يحبونه لكن مو الحب اللي هو مطلوب في ديننا. الشدة على بعض الأبناء وشدة على بعض الخدم وشدة على بعض العمال غير مطلوبة، التؤدى في ذلك. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل يقول: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين والله ما قهرني يقهره ولا نهرني يعني زف وزجر ليش ما سويت، لا ولم يقل لمن تفعل هذا أو لما فعلت هذا. شوف كمال الأدب والتواضع مع من أفضل الخلق، مع من هو أنس بن مالك، ما نحتقره لأنه صحابي جليل هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الاحترام، يمر على الصبية ويسلم عليهم، من هو النبي عليه الصلاة والسلام. أنت مر على جارك ممكن ما تسلم عليه، تمر على زميلك موظف ممكن ما تسلم عليه، هذا شيء نشوفه، خلينا واقعيين. بل يمكن استغفر الله أن أقولها لكم الحين، الآن في زمننا إذا سلمت على واحد ما تعرفه يستغرب، أنا سلمت على واحد قلت له السلام عليكم، يطالعني، قال أنا، يطالع ورا، قلت إيه أنت، قال تعرفني، هذا علامة يوم القيامة. سلام الخاصة، احترامنا للقريب، احترامنا للبعيد، احترامنا للجار، احترامنا للإمام، احترام للمؤذن، احترام أهل الدين. احنا ما نعظم الرجال، عندنا إمام مسجد كأنه إمام معصوم يتبرك في، هذا غلط. احنا نحترم دينه اللي عنده إذا كان هو يحترم دينه، على الفكرة لأن بعض الناس قد سمته كأنه إمام لكن ما عنده أخلاق، تجده قد يتخذ الدين غطاء، هذا ما يهمنا، أخطأ نفسه ما أخطأ على الدين. احنا ساعات يكون عندنا للأسف ما في إنصاف، ننسف بسبب أخطاء، كل واحد يمثل نفسه، واحد من دولة أسأل نفسه ما أسأل الدولة كلها ولا يمثل الدولة هذه كلها، يمثل تربيته وأصله وأخلاقه. لازم يكون عندنا احترام للكل، لما تكون في الطائرة تحترم المضيف والمضيفة، لما تذهب إلى مطعم تحترم الجرسون والموظف الموجود، لما تروح عند اللاندري الدوبي يسمونه أو المغسلة الملابس، مغسلة السيارات، صنايعي، أي مكان خلي عندك احترام. احترامك للناس يدل على ماذا؟ على أصل تربيتك. ويقولون دائما اجعل من رآك يدعو لمن رباك، أشهد بالله أن أبوه رباه فعلا مربيه تربية حسنة، من يعلمه أبوه وكان أبوه مصالح، أبوه يعلمني يا فيصل تحترم الكبير، تقبل رأس الكبير، تقول يا عم هريبة، ولو كان ما هو مواطن، ولو كان على أي جنسية، ولو كان هذا احترام له ولدينه وكبر سنه، أقوم أقعد مكاني، هذا من كمال الاحترام. وكذلك الكبير يحترم الصغير ويعطيه رايه ولا يسفه يجعله انه كانه ما له راي. هذا من جمله اخطاء بعض الناس للاسف، يجب ان نعرف ان الاحترام ترى متبادل من جميع الجهات في مجتمعنا. صغارنا بحاجه دوما لتعزيز ثقتهم بانفسهم، ولن يتاتى ذلك الا باحترامهم وتقدير ارائهم وتشجيعهم على اتخاذ قرار ومشاركتهم الحوار والأفكار. فاحترامنا للصغير من شأنه أن يخلق منه شخصا سويا. من هنا تبتدي خطواتنا الأولى، من هنا نرتقي درجاتنا أعلى، نكتب التاريخ في ورقات.